بسم الله الرحمن الرحيم. يا صباح الورد والياسمين، ازيكم يا حلوين؟ مستمرين في اننا بندرس مع بعض المهارات الهجائية واللغوية الخاصة بالمرحلة الابتدائية في قناتنا ايد في ايد، هنتعلم وندرس في البيت. في مشكلة قوية جدا بيعاني منها الكثير من اولياء الامور، وهي مشكلة القراءة، وإزاي إن أنا أعلم ابني أو بنتي القراءة بطريقة سليمة وصحيحة. أهم حاجة يا حبيبي علشان أتعلم القراءة إن أنا أحاول أقسم إلى مقاطع. أنا عندي في اللغة العربية 3 مقاطع، عندي حاجة اسمها مقطع ممدود، وعندي حاجة اسمها مقطع ساكن، وعندي حاجة اسمها مقطع مشدد. معنى كلمة مقطع يعني حرفين، الحرف الممدود أو حرف المد مثلا، والحرف الذي قبله، الحرف الساكن والحرف الذي قبله، الحرف المشدد والحرف الذي قبله. إذا حاولت أن أتقن مهارة المقاطع ده هيساعدني بطريقة كبيرة جدا إن أنا أتعلم القراءة. هنحاول مع بعض إن شاء الله إننا ندرس المقاطع دي بشيء من التفصيل علشان تساعدني إن أنا أعلم ابني أو بنتي القراءة بطريقة سليمة. النهاردة إن شاء الله أول نوع من أنواع المقاطع دي وهي المقطع الساكن. اتفقنا أول حاجة أعرفها إن كلمة مقطع يعني حرفين، لما هقول مقطع يعني حرفين مع بعض. طيب المقطع الساكن ده يعني أنا هتكلم عن السكون. شكلها إيه السكون يا حبيبي؟ السكون عبارة عن 5 صغيرة بتبقى فوق الحرف قبله، يبقى يتكون المقطع الساكن من حرفين. الحرف الساكن يعني الحرف اللي عليه السكون، واتفقنا شكلها ايه السكون دي؟ شكلها 5 صغيرة بتكون فوق الحرف. والحرف الذي قبله يعني انا احط ايدي على الحرف اللي عليه السكون ده واخد الحرف اللي قبله كمان. ننظر الى الكلمات التي تظهر امامي، هلاقي اول كلمة هي كلمة مصنع. مصنع، أين المقطع الساكن هنا؟ أحدد الأول الحرف اللي عليه السكون، هنا هو حرف الصاد، وأخد معاه الحرف اللي قبله اللي هو حرف الميم، يبقى المقطع الساكن هنا مص، الميم والصاد. طيب نأتي إلى الكلمة الثانية، كلمة أسمع. أسمع، أين المقطع الساكن هنا؟ أحط إيدي الأول على الحرف اللي فيه السكون وأخد معاه الحرف اللي قبليه، يبقى المقطع الساكن هنا هيكون أس، السين والألف. طيب الكلمة الثالثة كلمة نشترك. نشترك، أين المقطع الساكن هنا؟ أدور على الحرف اللي عليه السكون، شكلها إيه السكون يا حلوين؟ 5 الصغيرة اللي بتكون فوق الحرف. أخذ الحرف الساكن والحرف الذي قبله، نشترك. نشترك، يبقى هنا نش، النون والشين. طيب ننظر إلى الصورة التي أمامي، ما هذه الصورة؟ هي صورة مدرسة. مدرسة، هيا نرى الكلمة، ها هي مدرسة. مدرسة، أين المقطع الساكن هنا؟ الدال والميم، مد، مدرسة. طيب الصورة الثانية سنجد فيها مسجد. مسجد، أين المقطع الساكن هنا؟ أحط إيدي على الحرف اللي عليه السكون، شكلها إيه السكون يا شباب؟ 5 صغيرة فوق الحرف، وياخد الحرف اللي قبلها كمان، هتبقى مس. مس هو دوت المقطع الساكن. الآن أمامي مجموعة من الكلمات، هذه الكلمات كل كلمة بتحتوي على مقطع ساكن. هنحاول إننا نقرأ الكلمات مع بعض ونضع دائرة حول المقطع الساكن. يقول السؤال أضع دائرة حول المقطع الساكن ثم أقرأ. طيب ننظر إلى الكلمة، هلاقي كلمة عبلة. عبلة، اسم بنت. طيب فين المقطع الساكن هنا؟ أبص وبرق جامد، فين الحرف اللي عليه السكون؟ أهو
حرف الباء، وفين الحرف الذي يسبقه اللي هو حرف العين. يبقى هنا حط دايرة أهو، أو هعلم على الباء والعين يعني المقطع الساكن. عبلة، عبلة، المقطع الساكن، العين والباء. الكلمة الثانية هي كلمة أهل، أهل. أين المقطع الساكن هنا؟ أدور على الحرف اللي عليه السكون، أهو حرف الهاء، وآخد الحرف اللي قبليه ولا الحرف اللي بعديه؟ الحرف اللي قبليه الذي يسبقه، أهو يبقى الهاء مع الألف. هكذا هو ده المقطع الساكن. طيب الكلمة التي تليها كلمة سمعت، سمعت. أين المقطع الساكن هنا؟ أدور على الحرف اللي عليه السكون، حرف اللي عليه السكون قدامي العين، واخد حرف العين والحرف الذي قبله وهو حرف الميم، نضع دائرة عليه أو نحدد المقطع العين والحرف الذي يسبقه اللي هو الميم. طيب الكلمة التي تليها كلمة أرجوحة، أرجوحة. أين المقطع الساكن هنا؟ أدور على الحرف اللي عليه السكون اللي هو حرف الراء، وآخد الحرف الذي يسبقه اللي هو حرف الألف. حدد المقطع، مقطع يعني حرفين، الحرف الساكن، مقطع الساكن يبقى الحرف اللي عليه السكون والحرف اللي قبله، أخلي بالي يا حلوين. طيب الكلمة التالية هي كلمة يحمل، يحمل. انطق بصوت عالي، يحمل، السكون بسكت على الحرف. أين المقطع الساكن هنا؟ أدور على الحرف اللي عليه السكون اللي هو حرف الحاء، وآخد الحرف اللي قبليه اللي هو حرف الياء، يح. حدد المقطع هكذا، هو ده المقطع الساكن بتاعي. طيب من، من الكلمة هنا هي مقطع واحد بس، مقطع ساكن، أخذ النون والحرف الذي قبلها وهو حرف الميم. الكلمة كلها عبارة عن مقطع واحد ساكن، الحرف اللي عليه السكون وهو حرف النون والحرف الذي قبله وهو حرف الميم. طيب الكلمة التالية هي كلمة جسم، جسم. من أشبك الحروف، أقرأ الحرف بالحركة بتاعته وأشبك، ده هيساعدني جدا على القراءة. جسم، جسم. أين المقطع الساكن هنا؟ أدور على إيه؟ أيوة شاطرين، الحرف اللي عليه السكون والحرف اللي قبله ولا اللي بعده؟ طبعا الذي يسبقه، اللي قبله اللي هو حرف الجيم. هكذا جسم. طيب الكلمة التالية هي كلمة مثمر، مثمر. أين المقطع الساكن هنا؟ أدور على الحرف اللي عليه السكون وهو حرف الثاء، واخد الحرف الذي قبله وهو حرف الميم. هكذا، هذا هو حرف الميم، وهذا هو المقطع الساكن الذي يتكون من الميم والثاء، الحرف اللي عليه السكون والحرف الذي قبله. طيب الكلمة التالية هي كلمة أشرق، أشرق. أين الحرف الساكن هنا؟ حرف الشين، ونأخذ الحرف الذي قبله وهو حرف الألف. هكذا الكلمة التالية كلمة كانت، كانت. أين الحرف الساكن هنا؟ هو حرف التاء، ونأخذ الحرف الذي قبله وهو حرف النون. هكذا كلمة حبر، حبر. أين الحرف الساكن هنا؟ حرف الباء، ونأخذ الحرف الذي قبله وهو حرف الحاء. هكذا الكلمة الأخيرة هي كلمة لحم، لحم. أين الحرف الساكن هنا؟ حرف الحاء، ونأخذ الحرف الذي يسبقه وهو حرف اللام لتصير المقطع الساكن لح، الحرف الساكن والحرف الذي قبله. أتمنى أن يكون الفكرة واضحة بالنسبة لكم.
إن يكون الدرس سهل وبسيط عليكم، وإن الشرح يكون واضح، وياريت إننا نتدرب كويس جدا على هذه المهارة، وهي مهارة المقطع الساكن، لأنها تساعدني جدا في تعلم القراءة. وياريت إن أنا أتدرب وألاحظ كويس جدا في الدروس اللي مقررة عليا المقطع الساكن، وأحدد المقطع، وإن شاء الله ياريت اللي فهم الدرس وأتقن المهارة إن هو يشترك في القناة من زرار الاشتراك اللي باللون الأحمر، وإن هو يعمل لايك للفيديو وشير علشان أكبر عدد من الناس يستفيد. وأشوفكم في فيديو تاني قريب جدا بإذن الله. باي باي.